مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، مرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج كلام مباشر. هذا المساء نتائج البكالوريا هي التي تطغى على المشهد. ألف مبروك للناجحين، حظ موفق لمن لم يحالفهم الحظ هذه المرة. عسى أن تكون الفرحة مؤجلة وليست ملغاة. فوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد كشف عن نسبة النجاح الوطنية في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023 بلغت 50.63%. هذا الإعلان جاء في ندوة صحفية ذكر فيها الوزير بالعابد أن عدد المترشحين الناجحين فاق 260,000. نسبة النجاح الوطنية كما ذكرت 50.63%، وقال الوزير أن هذه النسبة حسنة ومعقولة بالنظر للأضرار التي خلفتها جائحة كورونا. أيضا فيما يتعلق نذكر جميع أو بعض الأرقام، عدد الناجحين بتقدير ممتاز بمعدل يساوي أو يفوق 18/20 بلغ عددهم 1415. فيما يتعلق بالأسماء الأولى أو بالشعب، دعونا نقول عن الشعب أيضا، الوزير ذكر بأن شعبة الرياضيات هي الأولى بنسبة 79.22%، تليها شعبة علوم تجريبية بنسبة 60.85%، شعبة لغات أجنبية بنسبة 53.40%. أما المراتب الأولى فالتلميذ بن قداش محمد أمين شعبة علوم تجريبية تحصل على معدل 19.50، يدرس في ثانوية العقيد علي تونسي في ولاية غليزان. التلميذ عاشي أسامة 19.32 علوم تجريبية أيضا، وهو يدرس في ثانوية محمد شريف أمقران في ولاية تسطيف. ومثل ما نشاهد في صورهم طبعا على الشاشة، التلميذة التي جاءت في المرتبة الثالثة هي هلال إيمان فاطمة الزهراء علوم تجريبية أيضا وبمعدل 19.32، وتدرس في ثانوية قاوية عبد المؤمن في ولاية سعيدة. دعونا في البداية نستمع إلى تصريحات التلميذ المتفوق الأول بن قداش محمد أمين الذي يدرس في ثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان. مراسلنا كان عنده في البيت وسأله عن شعوره وأيضا عن طريقة دراسته وتحصيله العلمي. نتابع. الوالدان يعني بصراحة بذلا جهدا أكثر مني، أكثر من الله مني أنا شخصيا، يعني حرصهما وبذلهما ودعمهما المادي والمعنوي كان في القمة، وكان يعني الكلمات تعجز عن تعبير عن الدعم والجهد، فجزاهم الله خيرا. بالنسبة للتخصص الذي أطمح إليه، يعني لم أحدد التخصص بدقة بعد، يعني بين الإعلام الآلي، تخصص الإعلام الآلي وتخصص طب، عندي ميول للرياضيات وميول للأحياء، وأينما وجد العلم ما يطلب، يعني إذا كان في الخارج فرصة جيدة يعني أغتنمها. الشكر للقناة على هذه الزيارة هذه الطيبة والالتفاتة، وأجدد حمدي وشكري لله تعالى على هذا الفضل، وشكري كذلك لوالدي، وأحيي أيضا جدي من هذا المنبر هذا على دعواته يعني، وأحيي يعني كل أفراد عائلتي وكل الأساتذتي، يعني له دور كبير حفظ كتاب الله تعالى كما قلت، يكسب صاحبه يعني ملكات، يعني فضلا عن أنه يعود على صاحبه بالأجر في الآخر، يعود على صاحبه بالأجر في الآخرة، فهو يدعمه في البكالوريا لأنه كانت محذوفة الجملة الأخيرة. فالله يبارك بن قداش محمد أمين، هذا هو التلميذ المتفوق الأول في البكالوريا، إن شاء الله من تفوق إلى آخر. شوفوا الجلسة، اللغة، يعني طلاقة اللسان، حتى والدي حداه أسعد والدين على كوكب الأرض اليوم. طبعا كاع الآباء والأمهات فرحتهم من فرحة أبنائهم، مثل ما هي حزنهم من حزن أبنائهم. إن شاء الله دائما حتى اللي خسروا، هذا هو دور الوالدين، يظهر الآن في توفير الدعم النفسي لكل تلميذ أو تلميذة لم يحالفه الحظ، باش يقولوا له باللي هذه ليست نهاية الدنيا، هذا امتحان،
وسوف تمر فترة زمنية تغمض عين تفتح عين تلقى روحك في بكالوريا دورة جوان 2024 وفرصة لتعويض الخسارة أو تعويض ما حصل. فبنقداش محمد أمين ذكر حتى يعني القرآن الكريم وتذكروا هذه الجملة أحيانا لا تعجب البعض. دروك لما يسأل أي تلميذ عن سر نجاحه طلاقة لسانه قال أنا أدرس وملتزم وكنت أصلي التراويح وجدي كان يدعو لي. يعني هذه هي ما سمته بعض المواقع الوصفة السحرية، وما هيش وصفة سحرية ولا خلطة سحرية، هو التلميذ مجتهد ومثابر وقطف ثمار اجتهاده ومثابرته. فنتمنى له كل التوفيق طبعا وأن ينجح أكثر في مشواره في التعليم العالي، مثل ما نهني أيضا التلميذين اللي جابوا في المرتبة الثانية والثالثة. أيضا كان ملفت للانتباه إسلام أناطوف اللاعب تاع المنتخب الوطني، ربح هو تاني البكالوريا إسلام أناطوف لاعب المنتخب الوطني لأقل من 19 سنة فتفوق ونظن حتى أخذ 15 فاصل في البكالوريا. فتهانينا لإسلام أناطوف اللي يعتبر أيضا نموذج نتاع التلميذ الناجح الذي لا تشغله كرة القدم ولا أي هواية أخرى عن النجاح في البكالوريا أو عن الدراسة. فنديروا قراءة في النتائج الآن مع الأستاذ بوعلام عمورة وهو رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين معنا عبر خدمة سكايب. أستاذ عمورة مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور خويا خادم، مساء النور على كل متابعي قناة الشروق وشكرا على الدعوة. أهلا بك أهلا بك. طيب أستاذ عمورة، هذه المرة احتساب معدل النجاح 10/20 ربما هو يبرر انخفاض النسبة إلى 50.63 مقارنة بالعام الماضي، هل تتفق مع هذه النظرة؟ ما رأيك في نسبة النجاح؟ أول شكرا، أول وقبل كل شيء نبارك نقول مبروك لكل الناجحين ومزيد من النجاحات في المستقبل. ولا ننسى الراسبين كما قلت أنت، ليست نهاية الدنيا. نطلب من الأولياء أن تساعدهم ويرافقهم من أجل يعني العودة إلى الدراسة، وإن شاء الله يصعبهم الحظ في 2024. بالنسبة لتحليل النتائج هي قدر في 2023، نحن نقول بأن هذه النسبة غير مقبولة، لأن رغم ما قيل أن السنة هذه معدل النجاح 10/20، لكن هذا لا يبرر الضعف هذه النسبة، لأن نحن كذلك رانا يعني نفكر على أكثر من نصف المترشحين لم ينجحوا، فأين يذهبون؟ أكثر من 250,000 تلميذ راس، ولهذا نقول غير مقبولة وغير مبررة، وليس القبيل الذي جعل أن هذه النسبة تنخفض إلى 50.63%، لأن في سنوات 2017-2018 لم يكن هناك القبيل، هذه النسبة هي أضعف نسبة منذ 2016 وليس منذ 2019. معناتها فيه مشكل عندما نقوم بالنقد جدي وعلمي والتحليل العلمي لهذه النتائج، نقول بأن هناك مشكل. المشكل أين؟ أين المشكل؟ أين المشكل أستاذ عمورة؟ نعم نعم، شكرا جزيلا على السؤال. المشكل هو أن فيه أيام، عدد أيام الامتحان هو 5 أيام، وقلنا منذ أكثر من 10 سنوات بأن 5 أيام هو أيام كثيرة بزاف على التلاميذ، فيه إرهاق لأنهم مراهقين، وقمنا بالدراسة إعادة النظر في امتحان البكالوريا في السنة الدراسية 2015-2016، رأينا كذلك بأن فيه مشكل كذلك على سبيل المثال في شعبة السير والاقتصاد،
التي هي دائما في ذيل الترتيب. تسأل لماذا؟ لأن عندهم يمتحنون في أكثر من 12 مادة، وهذا غير مقبول. كذلك نقول أن ملمح فيه ملمح التلميذ العلمي علوم تجربية ليس في، يعني ما عندوش ملمح علوم تجربية، ليس في إعادة نظر في المعاملات والمعاملات عفوا، وكذلك في توجيه التلاميذ، لأن أغلبية التلاميذ يوجهون إلى شعبة العلوم التجريبية ويهربون من شعبة الرياضيات. ورأينا بأن في كل سنة شعبة الرياضيات هي التي تتصدر طيب الترتيب. أستاذ عمورة، طيب هذه النقاط كلها قد يقول البعض بأنه مردود عليها. أولا كورونا لا نتحدث عن السنتين الأخيرتين، وإنما ربطهما بالمعدل الذي كان 9.50 للنجاح. فالآن من تداعيات ما بعد كورونا أننا نعود إلى المعدل الطبيعي اللي هو 10/20. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بالرياضيات والعلوم التجريبية، تعرف بأن المواد العلمية دائما تحصل على نتائج كاملة في المواد الأساسية، لذلك التلاميذ كانوا دائما هم الذين يتفوقون ويحتلون المراتب الأولى. وهذا أثار نقاش كما تذكر لمسألة تكافؤ الفرص مع الشعب الأدبية وغيرها. ثالثا وهذا هو الأهم، أليس من الأفضل أن نقدم يعني 50% كنتيجة لنسبة النجاح في البكالوريا، ونقول بأنها تعكس الواقع الذي يتطلب إصلاح المنظومة التربوية، بدلا من تضخيم هذه النتيجة؟ وتعرف التضخيم أحيانا تدخل فيه عوامل سياسية وغيرها، ويكون هذا التضخيم للتغطية على المنظومة التربوية، لأنه بكالوريا إذا دينا فيها 65-70% يقول لك واش الهدف نصلح المنظومة التربوية، راه عندنا 65 نسبة نجاح. ما رأيك؟ والله خويا هذا غير لخصت كل بعد ما نقول بعد هذا الكلام. أنا موافق، لأن قلنا بأن فيه مشكل في نسبة 9% غير مقبولة وغير مبررة. فيه نلاحظ أن نؤكد مرة أخرى أنها فيه فشل، لهذا يجب الذهاب إلى إصلاح المنظومة التربوية وبصفة شاملة وجذرية. إلى متى يعني هذا الهروب، يعني انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، ونقول بأن نحن نقبل هذه النتيجة وفرحانين إلى آخره. نحن نقول فيه مشكل يجب إعادة نظر. بالنسبة للشعب العلمية أخويا قدا، درنا دراسة هذا الميلاد قلت لك في 2015-2016، ووجدنا بأن تلميذ سنة الثالثة علوم تجريبية لم نقم بجمع معاملات المواد الأساسية، فيكون المجموع هذا أصغر من مجموع معاملات المواد الأساسية. ولهذا قلت بأن هذا التلميذ ليس لديه ملمح علمي. والدليل خويا قادة، أن نتذكر في السنة الماضية التلاميذ النجباء الذين تم توجيههم إلى المدرسة العليا للرياضيات في سيدي عبد الله، 94 من أصل 176 لم يتحصلون على المعدل، وتم توجيههم إلى اختصاصات في الجامعة. هذا يدل على أنه لا نقول فشل، لكن نقول بصفة غير مباشرة أنه يوجد مشكل. وإذن إلى متى الهروب إلى الأمام؟ يجب الجلوس حول طاولة ودراسة كيف نعالج هذا المشكل. غير احنا مقتنعين بهذه النسبة، وكذلك بالنسبة لحنا وتذكر بأنه قضية الإصلاح هل... تفضل. قلت بأن من يستطيع يعني أن يؤكد بأن لم يتم يعني كما تدوير، نقول تدوير إلى 10 معدلات التلاميذ الذين لم يتحصلون على 10. أنا نأكد لك خويا قادة بأن النتائج البكالوريا كانت ويقدر تقدر وزارة التربية أن تعلن عنها يوم السبت على أقصى حد البارح. فلا تسأل لماذا هذا التأخر وهذا التأجيل.
طيب هذا التساؤل طبعا لا استطيع ان افصل فيه، لانه الوزاره هي قدرت بان تذكر بان الوزير قال ان النتائج ستعلن يوم 20، يعني اليوم 17، فحتى الوزاره تقدر تقول لك اعلناها 3 أو 4 أيام قبل الموعد المعلن. معليش هذا تفصيل مهم ربما يطرح تساؤل مشروع، ولكن كاين ايضا نقطه وهي تراجع غير مسبوق لحالات الغش. الوزير قال نسبة الغش وهي ظاهرة آيلة للزوال، يعني عندما نصل إلى 0.04% معناتها وكأن هذه بكالوريا نقية، يعني هذا هو المستوى الحقيقي المباشر. هل يمكن القول بأن هذا العامل لعب دورا في النسبة نتاع 50%؟ نعم، بالنسبة للغش نقول ظاهرة عالمية للأسف، وهي بنسب متفاوتة فقط، ولكن لا يبرر ذلك نسبة 50.63%، رغم نعم أنه فيه يعني انخفاض في نسبة الغش، لكن وبهذا لم نستطيع أن نرقى بنسبة عالية في امتحان في نجاح امتحان البكالوريا. كل هذه الأمور يجب أن ندرسها ويجب معالجتها والذهاب إلى فورا في حالة استعجالية الذهاب شامل إلى إصلاح المنظومة. يعطيك الصحة، وصلت الفكرة، يعني راهي واجدة. شكرا لك أستاذ بوعلى معمورة، يعطيك الصحة، رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، كنت معنا عبر خدمة سكايب معلقا على نتائج البكالوريا. شكرا سي عمورة، شكرا جزيلا. نذكر بأن قداش محمد أمين في المرتبة الأولى. بالنسبة للتلاميذ مدرسة مدارس أشبال الأمة عندنا بوسعيد عبد الواحد معدل 19.02، الشعبة رياضيات، وهو من مدرسة أو ثانوية الشهيد حمداني عدة المدعوسي عثمان وهران ولاية النعمة. هذه صورة عبد الواحد مع والديه وهو يتلقى طبعا خبر فوزه بالبكالوريا. فئة أخرى يجب أن نقف لها احتراما وهي ذوي الاحتياجات الخاصة، لنحيي بكل حب واحترام وتقدير مناصرية آلاء عندها تحدي حركي ومع ذلك حصلت على 18.02%، وهي علوم تجريبية ثانوية السعيد بن شايب في بسكرة. تحية إلى آلاء. وعقون خولة عندها تحدي بصري 17.46%، أدب وفلسفة من ثانوية مقلاتي الأخضر بولاية سطيف. فهذو التلاميذ المتفوقين الأوائل. هنالك تراجع حتى لبعض الشعب، ربما أسأل في ضيفي عبر الهاتف الآن. نروح إلى الأستاذ زبير روينة الأمين العام لنقابة مجلس أساتذة ثانوية الجزائر. أستاذ روينة مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير، مرحبا بك وبالمشاهدين. أهلا. طيب أستاذ روينة، نأخذ رأيك أولا حول نسبة 50.63%، ما رأيك؟ شوف، في البداية تهاني كل التلاميذ الناجحين في البكالوريا، لكل اللي بذلوا الجهد. التحية خاصة اللي قداش محمد أمين والعائلة تاعو لهذا التميز وهذا التألق هذا، ومن خلاله لكل المتألقين بمعدلات جيدة اللي هي ثمرة مجهودات ولكل التلاميذ في الجزائر اللي الناجحين والراسبين، نقول لهم فرصة أخرى العام الجاي إن شاء الله، ما هي إلا عثرة. نتمنى إن شاء الله تكون درس وتكون انطلاقة جديدة وتفوق وبإحدى كبيرة. الآن بالنسبة للنسبة 50.63، نراها رغم أن هذه النسبة يعني إذا القراءة تاعنا ما هيش نسبة جيدة، لأنك لما نقول 50% نجاح يعني 50% رسوب، لكن مع هذا نقول بأن 50.63 في نقابتنا هي أكثر واقعية، أكثر هي نسبة أكثر واقعية تعكس ربما الواقع التربوي بشكل أفضل لأسباب عديدة.
اللي نثمنوا القرار تاع العشرة لأن أقل معدل من المفروض تحقق أدنى كفاءة هو 10، وبالتالي فهذا كان مطلبنا أننا رغم الظروف اللي كانت في الوباء إلى آخره، إلى أننا قلنا خذينا الإجراءات الإجتماعية والعبء البيداغوجي نتحمله كلنا، والمحافظة على المصداقية تاع المدرسة ضرورة، وأيضا بالنسبة للكفاءة اللي حققها التلميذ والمجهود هو 10 كأدنى معدل اللي حصل على الكفاءة حفاظا على المسار الدراسة الجامعي فيما بعد وضمان أفضل للتلميذ وخدمة للتلميذ. وبالتالي نراها نسبة أكثر واقعية إذا قارناها بالنسبة العام الماضي مع معدل 9.5 ومع المعدل 9.5 ومع الواقع التربوي، فنراها أكثر واقعية أنها تستدرينا على طموحنا وأمالنا. أستاذ روينا، ربما العامل الذي جعل البعض ما نقولش يصدمون بالنسبة بصح بلك لا يتوقعون 50% هو أن الأمال كانت أكبر. ويعني وتذكر أن تكون ضيفي وحدثتنا عن التسريبات ومراكز التصحيح وقلت من الصعب إعطاء نسبة معينة، رغم أن بعض زملائك النقابيين كانوا يتحدثون للصحافة على أننا ذاهبون إلى نسبة أعلى من نسبة العام الماضي، وأنت كنت تقولنا بأن هذا شيء غير متحكم فيه، فربما هذا الذي جعل البعض يقول 50% كانت نسبة غير متوقعة، رغم أنك تقول أنت واقعية جدا. شوف، أنا نقول واقعية الأسباب، لأن إذا 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 خذينا بالاعتبار المعدل اللي احتسبناه اللي 9.5 في العام الماضي اللي خلى النسبة ربما تأخذ ما تعكسش الواقع التربوي، لأن لما نقول 60% العام الماضي قرابة 60% ما تعكسش واقعنا التربوي اللي رانا نعيشوه ونلاحظوه ونعيشوه يوميا، وأيضا المدرسة واقفة عليه. احنا بالنسبه لنا، لهذا قلنا ان بالنسبه لنا ما نشوفوش تراجع، لان سبق وقلت لك السيد قادة، قلت لك بان الارقام ما يعنيش بان هذا تراجع في المستوى، حتى القراءه تاعنا احنا ما يعنيش تراجع في المستوى 50.63 يعبر على واقع افضل، تعبير افضل من واقع اللي يشوفوا فيه 60 ولا 70%، وإحنا الواقع التربوي ما يعكسش هذا. الدليل أن الكثير من التلاميذ خرجوا ردود أفعالهم كانت ربما تعبر على رضاهم بالعمل اللي قدموه، لكن هذا ما يعكسش الواقع من خلال اللي راهي موجودة. إلا أنه بالنسبة للترتيب تاع الشعب، الترتيب تاع الشعب عنده قراءته، لان الترتيب تاع الشعب تقريبا حافظنا على الترتيب مع تراجع حافظنا على الترتيب الرياضيات والعلوم التجريبيه، مع تراجع للادب والفلسفه، تراجع ملحوظ. طبعا التراجع الكبير هو الادب والفلسفه والاقتصاد، من 54 في الادب والفلسفه الى 33%، والتسيير والاقتصاد من 52.92 الى 34.39%، الا ان الرياضيات حافظت على النسبه، لان احنا نرى قراءتنا هو ان احسن التلاميذ موجودين في الشعبة تاع الرياضيات، وبالتالي فهذا عامل تاع توجيه اللي لعب دوره. بالنسبه للغه الاجنبيه فيه تراجع قليل، 64 الان الى 53، هي في الرتبه الرابعه، كانت في الرتبه الثانيه. العلوم حافظت على نسبتها من 59 الى 60%، حافظت على نسبتها. التقني الرياضي تراجع قليلا مقارنه لكن الإشكال الكبير في الأدب والفلسفة والتسير والاقتصاد، هذا راجع للتوجيه بالدرجة الأولى، لأن الترتيب هذا خلال سنوات، ربما عدة سنوات، المحافظة هذا هو التساؤل تاعنا، علاش يبقى التسير والاقتصاد في ذيل الترتيب والأدب والفلسفة؟ هذا اللي لازم له تشخيص عميق ونقف عليه، لأن حتى وإذا يعني من المفروض أننا حتى وإن حافظنا على الترتيب، إلى أنها حتى ويكون تراجع يكون بالنسبة للجميع، حتى ويكون تحسن يكون بالنسبة للجميع، لكن لما نشوف التراجع في هذه الشعبتين بشكل أكبر، هذا لازم يطرح التساؤل. وأيضا هذا بالنسبة لمطلبنا إعادة النظر، وجه لأن ما هوش أضعف تلميذ اللي يروح للأدب والفلسفة
ولا عندنا بعض التلاميذ هو يظن بأنه أسهل الشعبة هي الفلسفة. فهو ما يأخذش الدراسة على محمل الجد يبحث عن السهولة ولا تلقاه لا يريد الشعبة، لكنه يريد من خلال التوجيه هذا التاعه والاختيار والسهولة. طيب النتيجة الآن، النتيجة 50% يعني نصف المترشحين فازوا، النصف رسب. أسئلة كثيرة طرحتها أنت الآن أستاذ روينة حول الشعب ومستواها، هل هذا الوزير أيضا يقول نتيجة حسنة ومعقولة بالنظر إلى عوامل قال كورونا 9.50 ثم عدنا إلى 10، هل هذا يعني منطلق لنخوض في إشكالية الإصلاح ككل للمنظومة، أم نختزلها في إصلاح الامتحان فقط البكالوريا؟ شوفوا، احنا باش ننسجم مع كلامنا ومع تصريحاتنا ومع قراءاتنا ومع قناعاتنا، احنا دائما كنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية الكلا دائما نقول بأن التشخيص الحقيقي هو اللي من خلاله يمكن أننا نبني انطلاقة جيدة، وبالتالي ما لازمش نتغلط ملفها، ما يهمش أنني ندير 76 والنهاية. لما قلت تكلمنا على الإعادة داخل الجامعة، لما تكلمنا على المسار الجامعي، لما تكلمنا على التوجيه داخل الجامعة وعدد كبير من التلاميذ يعودوا البكالوريا باش يخيروا الشعبة اللي يحطوا عليها، إذن كل هذه الأشياء تخلينا بأننا لازم القراءة تاعنا تكون واقعية، لأن أهم شيء بالنسبة لنا لما ننطلق من الواقع، والأهم من هذا لازم النتائج المدرسية تتطابق والنتائج تاع أيضا كاين شيء آخر، والنتائج تاع البكالوريا كاين شيء آخر حبيت نبه ليه. الآن احنا ماذا بينا تشخيص حقيقي، لأن المدرسة اليوم اللي كاين مدرسة موازية للدروس الخصوصية تقريبا ومغادرة المقاعد الدراسية، اليوم حققنا 50. إذا كان تعتبر 50 جيدة، شكون اللي يعني هي نتيجة المدرسة العمومية ولا نتيجة اعتبرناها غير جيدة، شكون يتحمل العبء هذا؟ وبالتالي احنا نشوفوا باللي التضارب، العكس التضارب الموجود بسبب الدروس الخصوصية، اللي التضارب الموجود مع ما هو بيداغوجي مع المدرسة العمومية بالمعايير البيداغوجية، رغم النقائص احنا نقول فيها نقائص عديدة اللي لازم نعالجها، لكن هذا دائما يوضعنا على المحك، ونقول بأننا لازم نحسنه من المدرسة العمومية، لكن كاين أشياء أخرى. التلميذ اللي يدرس الصباح نهار كامل ويدرس على 5 حتى 12 تاع الليل، التلميذ اللي عنده العبء الكبير ويشوف البكالوريا هالة ومحيط تنديروا منه ضغط إلى آخره، ما يشوفش أنه تنافس علمي نسمنه المجهودات ويقبل بكل واقعية. التلميذ اللي اجتهد يدي البكالوريا وينجح حسب التميز تاعه وحسب المجهود بذول، إذن يكون تفاوت. والتلميذ اللي ما قدمش وما بذلش مجهود ولا مجهوده كان ناقص، من الطبيعي أنه يتخلف، من الطبيعي أنه تكون عنده فرصة باش ينجح، وبالتالي يكون عنده العمل عنده قيمة، وتثمين العمل يكون عنده قيمة. البكالوريا ما هيش فقط الناس كلها تجيب البكالوريا، إلا إذا كانت كل الناس تبذل مجهود، صحيح. وبالتالي في هذا يعتبر طبيعي، والدليل هو أن هذه الكفاءات تهدر على 19.50 على التلميذ اللي إذن الكفاءات واللي خلاته يتفوق ويتميز إلى آخره، إذن لازم يكون قدوة للتلاميذ، صحيح. الآخرين من خلاله. العائلة هذه أيضا لازم تكون العائلات قدوة للعائلات الأخرى باش نحقوا نتائج ممتازة وجيدة، ونحقوا الكفاءات اللي تضمن مسار جامعي، ونضمن للتلميذ نخدم التلميذ بالدرجة الأولى، لأن فرحة البكالوريا ما هيش فرحة آنية زائلة وانتهى، هو بداية لمسار جامعي، مسار بداية، صحيح. لدراسة عليا ننجح فيها، صحيح. صحيح. وهذا هو اللي لازم نثمنه، وهذا هو اللي لازم الكل يقر به، والتلميذ يقبل بنتيجة وثمرة العمل نتاعو إذا في مجهود، شكرا لك. وينتظر النتائج الجيدة، والتلميذ اللي ما خداش ياخذ دروس من هذا التراجع من هذا التخلف، ياخذ دروس وينطلق مرة أخرى، هذه هي حياته الدراسية وحياته أيضا العملية، صحيح صحيح صحيح. كلام مهم جدا، يعطيك الصحة أستاذ زبير وينا الأمين العام نقابة مجلس أساتذة الثانوية الجزائر. شكرا سي زبير، شكرا مجددا، ألف مبروك للناجحين، وأشد على أيدي من
ضاعت عليهم الفرصة هذا العام، إن شاء الله العام الجاي فرحتكم مؤجلة إلى العام المقبل، فالنتيجة خلاص خرجت فقدر الله ما شاء فعل، والآن نتعامل مع الأمر بواقعية وبتفاؤل حتى يكون العام الجاي إن شاء الله فرصة للتعويض. ومبروك مجددا لكل المتفوقين وخصوصا من قداش محمد أمين ومن معه في المراتب الأولى. نذهب إلى فاصل ومن بعد نعود نواصل. مرحبا بكم مجددا إلى كلام مباشر مشاهدين الأعزاء. اليوم شارع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من نظيره رئيس جمهورية الصين السيد شي جين بينغ. هذه الزيارة تأتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الصين تعتبر الشريك التجاري الأول للجزائر بتبادلات تجارية سنوية تتجاوز 8 ملايير دولار. الجزائر تعد محطة رئيسية في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أعلنت سنة 2013. من المتوقع أن يتم خلال الزيارة مناقشة الشراكات الجديدة لاسيما في مجال الطاقة والمناجم، حيث تم تأسيس شركة جزائرية صينية فيما يتعلق باستغلال منجم غار جبيلات لاستخراج خام الحديد وتصنيعه. أيضا العلاقات تسير بخطى ثابتة بين البلدين. ذكركم ببعض الأرقام، قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة في الجزائر لا تقل عن حدود 10 ملايير دولار، التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 ملايير دولار. هذا ما يجعل الجزائر سباقة كما قلت في مبادرة الحزام والطريق. في الأرقام أيضا على الجانب الصيني، ينظر إلى الجزائر على أنها بلد ذات إمكانيات كبيرة ومتنوعة، فهي غنية بالمعادن والحديد، زنك، رصاص، فوسفات وغيرها، كان مشروع حتى كبير فيما يتعلق بالفوسفات. وكل هذا يضاف إليه العوامل السياسية، طموحات الجزائر باتت واضحة في الفضاء الجيوسياسي الدولي بعدما قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة البريكس، وطلبت أيضا الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون. حول أولويات الجزائر في هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى الصين، معنا البروفيسور كمال ديب، أستاذ الاقتصاد في الجامعة. أستاذ ديب مساء الخير، مرحبا بك. اهلا وسهلا استاذ قادر العنبر، اهلا بك. انا ذكرت بعض الارقام ولكن اذكر لك او اترك لك ترتيب الاولويات لو تكرمت دكتور ديب. ما هي اولويات الجزائر او على ماذا يراهن الرئيس تبون في هذه الزياره الى بكين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اود ان استسمحك بان اهنئ يعني تلاميذنا الناجحين في شهاده البكالوريا لهذه السنه، ونتمنى لباقي التلاميذ النجاح في فرص قادمه باذن الله. اما بخصوص زياره سيد رئيس الجمهوريه الصين الشعبيه، نظن انه هي ثاني زياره مهمه بعد زيارته لروسيا، وهذا يدل على ان الجزائر ماضية في مفاوضاتها بخصوص استباقها لاجتماع شهر أوت بالنسبة لمنظمة البريكس. نظن أنه هذا الملف يحظى باهتمام السلطات العمومية في الجزائر، ونظن أنه هذه الزيارة من أهم أهدافها أنها تحظى بالدعم الكامل لجمهورية الصين الشعبية، هذا من جهة. من جهة ثانية، نظن أنه الصين وهي أقوى اقتصاد في العالم، والجزائر اتخذت يعني وجهة شرقية في خصوص شراكاتها الاقتصادية المستقبلية بعد الأزمة التي ضربت أوروبا بخصوص التضخم الجامح الذي يعصف بها. الصين نظن أنه من ناحية الأولويات الصين هي من أكبر المستثمرين في الجزائر، ليس ذلك فقط، بل الصين هي شريك اقتصادي مؤتمن، ومن الناحية السياسية ليس هو ذلك الشريك الذي يتدخل في الشؤون
الداخلية للدول التي يستثمر بها، لا يساوم، لا يراوغ، لا يبتز الشركاء الاقتصاديين مثل ما تعمل بعض الدول الأوروبية للأسف مع الدول الإفريقية. أوروبا تنظر لإفريقيا نظرة المستعمر للمستعمر السابق، أما الصين فهي تنظر لكل العالم نظرة براغماتية ونظرة احترام منبعثة من قيم الشعب الصيني، ونحن نعرف الثقافة الصينية وقيم الاحترام التي لديها. الجزائر اكتسبت ثقة الصينيين بحيث أنه 4 شركات عملاقة صينية حكومية تشتغل في الجزائر وأنجزت عدة مشاريع كبرى، يعني لما نحب نعددها نجد الطريق السيار، نجد سكنات العدل، نجد المطار الدولي، جامع الجزائر، جامع الجزائر الأكبر، نجد عدة جامعات في الشرق والغرب، أكبر فندقين من 5 نجوم في الجزائر وفي وهران، مشروع ميناء الحمدانية، طريق السريع أو طريق الصحراء الجزائر لاغوس، السكة الحديدية التي ستنجز باتجاه عمق إفريقيا، يعني كلها بنى تحتية قاعدية كبرى جدا أبدت الصين عدة بنية تحتية غابات في الاستثمار في هذا المجال. دكتور ديب، هذه البنية التحتية بات معروفا بأن الصين كان لها البع الطويل في هذا إنجاز الكثير من المشاريع. الآن البعض يقول بأن التركيز على مجال الطاقة، يعني غار جبيلات هنالك شراكة، الفوسفات أيضا قطاع الفوسفات هنالك شراكة صينية جزائرية تصل إلى 7 مليارات دولار لإنتاج 5.4 مليون طن من المخصبات الزراعية سنويا. هنالك أيضا توسعة ميناء سكيكدا النفطي لترقية لتطوير قدراته الصينية، وهنالك الميناء تاع شرشال الذي تنجزه الآن شركة صينية لتطوير لربط الجزائر بطريق الوحدة الإفريقية إقليميا. صحيح، كل هذه الأرقام وكل هذه المشاريع، الجزائر الآن في ذهابها إلى الصين سوف تحاول أن تجذب المستثمر الصيني الخاص، لأنه المستثمر الصيني العمومي موجود في الجزائر وعلاقاته بالسلطات العمومية علاقات جد وثيقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا. أما المستثمر الصيني الخاص، ونحن نعرف القدرة التمويلية لدى الصين والكفاءات الصينية والشركات الخاصة الصينية يعني موجودة في كل أنحاء العالم وتحقق يعني مداخيل وتحقق أرقام مهولة من الأرباح، يمكننا من خلال هذا الاتفاق الاستراتيجي مع الصينيين أن نحاول نجذب الشركاء الخواص لكي يأتوا للاستثمار في الجزائر، لأنها على مقربة من أوروبا، لأنها على رأس الدول الإفريقية الفتية ومصدر للطاقة القوي. كل هذه الأمور يجب أن نتمكن من تحقيقها. الشيء الآخر هو أنه التوجه الجزائري نحو الذكاء الاصطناعي ونحو الرقمنة، الصينيين جد متفوقين في هذا المجال، فيمكننا أن نجذب مستثمرين في هذا المجال. كذلك من ناحية التكوين، نحن نعرف أنه الصينيين لديهم خبرة قوية في كل ما هو متعلق بالبناء والإشغال العمومية، فسوف يكون من الأجدر بنا أن نبني معهم جسور لتحقيق ما يسمى نقل التكوين ونقل التكنولوجيا وتحسين الأداء في هذا المجال بالنسبة للشباب الجزائري الذي يبحث عن فرص لكي يحقق مشاريعه ولو كانت مشاريع شخصية وخاصة. الأبعد من ذلك أن الصين عملاق اقتصادي ب 18,000 مليار من ناحية الناتج الداخلي الخام، الجزائر هي في حدود 180 مليار، يعني لا بينا نشوفه، فهم ناتجهم المحلي يتعدانا ب 100 مرة، نتيجة للنسمة الكبيرة التي يحظون بها ونتيجة للشساعة تاع البلد ديالهم. لكن الذي يمكننا أن ننتفع منه هو أن الصينيين صادراتهم تجاه الجزائر حوالي 8 مليار دولار خلال هذه السنة، صادراتنا اتجاههم حوالي 1 مليار. يمكننا أن نستفيد من أن ننقل خبراتهم ونستجذب مستثمرهم لكي يمكنوننا من أن نرفع من صادراتنا خارج قطاع المحروقات في الصناعات التحويلية وفي
الصناعات المختلفة، لأن الصينيين أغلب الواردات التي تأتينا من الصين هي منتجات صناعية. إذن هي خبرات كبيرة يمكننا أن نستفيد منها، كذلك جانب الطاقات المتجددة. صحيح. وكذلك شيء آخر وهي كل ما هو متعلق بالفضاء والأقمار الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال. الصينيين رواد في هذا المجال، والجزائر يعني العشرية القادمة أو العشريتين القادمتين هي عشريتي رقمنة الاقتصاد ورقمنة الحياة العامة، ونحتاج يعني كم هائل من هذه المشاريع في الجزائر. صحيح. التي قد تصاحب الشركات الناشئة التي ما فاتت تظهر الآن في الجزائر وتحاول أن تتطور. يعني هذه الزيارة هي زيارة مفيدة على كل الأصعدة، على كل الأصعدة، وهذه هي هذه هي الأولويات كما قدمتها. شكرا لك بروفيسور كمال ديبي، يعطيك الصحة، أستاذ الجامعة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة، وشكرا على هذه المدخلة المهمة والمفيدة. شكرا أستاذي. طيب، كان خبر قبل ما ندخل البرنامج، كان واحد الخبر، تهليل إعلامي مغربي باعتراف الكيان الصهيوني هم يقولوا إسرائيل طبعا، بمغربية الصحراء، بسيادة المغرب. هذه رويترز عربي. المغرب يعلن اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء. هذه قناة الحرة أعتقد. الديوان الملكي يعلن في المغرب، الديوان الملكي يعلن في المغرب اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. هذه كلها أخبار كانت قبل الفاصل. طبعا هذا الأمر كان معروف، ولا أعرف سببا يدعو إلى الفخر باحتلال يعترف باحتلال، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. يعني هذا الاعتراف جاء قبل قليل حسب وسائل إعلام مغربية، وتناقلته وسائل إعلام عربية. السبب الذي جعل هذا الاعتراف يكون اليوم، تعرفون بأن حكومة نتنياهو أجلت الاعتراف ورفضت أن تمنح الاعتراف والضوء الأخضر للمغرب، حتى تقول بأنها سيدة على الصحراء الغربية. الاعتراف جاء بعدما تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، وعندنا صورته، تم تعيينه كأول ملحق عسكري في المغرب في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الكيان الصهيوني والمغرب. هذا الملحق العسكري في الرباط سيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب. هذه الخطوة أول خطوة. شوفوا متى طبعت إسرائيل مصر مع إسرائيل، من السبعينات، الأردن منذ زمن طويل، بلدان أخرى، حتى الذين طبعوا في الموجة الأخيرة مع المغرب ولا واحد اتخذ هذه الخطوة. المخزن اتخذها، خطوة خطيرة جدا، تعيين ملحق عسكري لجيش الاحتلال الصهيوني على حدودنا في الغرب. هذا الذي يظهر على الشاشة، شارون، حتى هو اسمه شارون إيطاح، كأول ملحق عسكري في المغرب. وطبعا هذه الخطوة كانت متوقعة من طرف البعض، ولكن يعني يربط البعض ما بين هذا الاعتراف انتاع حكومة الاحتلال بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية مع تعيين الملحق العسكري. تنازل وراء تنازل وراء تنازل، ثم هذا الخبر الذي يهلل له الإعلام المغربي للأسف الشديد، والمتوقع أن يثير غضبا في الشارع المغربي ضد قرارات المخزن. هذا خطوة يعني تجعل البعض يقول أنها مقايضة رخيصة، احتلال يدعم احتلال. سنعود إلى هذا الموضوع ربما في الغد إن شاء الله. بقي وقت قصير نتحدث فيه عن تداعيات استقالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، الذي قدم استقالته أمس في كلمة على موقع الفاف، ثم انطلقت مباشرة بعد الاستقالة الترشيحات. الكل يذكر اسما يريد أن يكون هو خليفة زفيزف. هذه بعض الصور، هذه منشورة في موقع زملاء في موقع ديزاد نيوز، نشروا بعض الموقع لبعض الأسماء التي يقال بأنها مرشحة. طبعا بعض الصور لا يمكن لأصحابها أن يكونوا بناء على الشروط القانونية أن يكونوا مرشحين لخلافة زفيزف،
ولكن هنالك أسماء كثيرة يتم تداولها بشكل كبير، فمن سيكون خليفة جيد زفيزف؟ هل المشكلة في تعويض شخص بشخص آخر؟ هذا السؤال أطرحه على زميلي زين عامر الإعلام الرياضي معنا عبر الهاتف. زين مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير قادة، مساء الخير لكل مشاهدي قناة شروق. طيب زين، كيف تفسر انطلاق بعض الأصوات الإعلاميين الرياضيين صفحات على الفيسبوك في ترشيح أسماء بعينها وكأن المشكلة هي تعويض جهيد زفيزف فقط؟ أنا نظن أن حملة مسبقة، ولكن اليوم نجب يعني أن نعلم أن قلتها قادة، اليوم ليس تغيير شخص بشخص، ولكن اليوم تغيير فكر، تغيير منظومة، تغيير أيضا يعني الأهداف، لأن رأينا في الآونة الأخيرة تقريبا منذ 2017 أن الجزائر يعني لم تستطع الدخول في هذه الهيئات، يعني مكاتب تنفيذية للكاف، وزيد على ذلك أن كنت تتكلم يعني قبل قليل كنت أسمعك تتكلم على هذا المخزن المغربي، هذا المخزن المغربي الذي تقريبا، لأن الناس تتكلم على النفوذ وتتكلم على الدبلوماسية الرياضية، وأنا نقدر نقول لك أن ليعرف خبايا الكاف لا توجد لا نفوذ لا دبلوماسية ولا هم يحزنون، توجد هناك يعني صناديق سوداء يخدموا بها ويشتروا ذمم رؤساء الفيدراليات الأخرى. ولذلك أنا نظن اليوم يعني الاسم الذي أنا نظن الذي يعني يقدر يأخذ ذمام الأمور لازم يعني شخص اللي عنده تقريبا حنكة، اللي عنده أيضا كاريزما، ولما لا يعني وضع مجموعة من الناس، لو اليوم يعني هذا الناس يحبوا الخير للكرة الجزائرية لازم نخليه يعني المصالح الشخصية جانبا، ونخلو هذيك الأنانية، واللي يعني بعد أنا الطوفان لازم اليوم الناس تخمم في فكرة. توقع زين هناك، هل تتوقع نعم. لأن زفيزف كان يعني هنالك حديث كبير على أنه يدفع إلى الاستقالة، على أنه سيخرج إن عاجلا أو آجلا، وما تعرض له من مهزلة في عدم انتخابه كانت هي ربما السبب المباشر أو المقنع الذي يجعله يستقيل. الآن هؤلاء الذين دفعوا به إلى الاستقالة والذين كانوا يقولون هو أحد أسباب العار الذي ألم بالكرة الجزائرية، هل تعتقد بأن هنالك اسم جاهز الآن؟ يعني الجمعية العامة يعرفون من سينتخبون مكانه؟ أنا نظن لا ما كاش لي يعرف اسم يعني الذي سيكون خليفة زفيزف لحد هذه الساعة، لأن كما تعلم الأخ قادة ليست الجمعية العامة هي التي من تقرر، الجمعية العامة هي إلا يعني جمعية يعني اليوم كما نقولوا احنا كي فاليد لو شوا تاع يعني الانسان الذي سيختار حتميا من طرف السلطات العمومية. ولذلك اليوم لازم نسطروا اهداف، لازم تنظيف هذه المنظومة، لازم كاين ناس اخرين اللي لازم يرحلوا من الكرة الجزائرية قبل بداية الموسم. انا تقريبا البارحة لما رأيت استقالة زفيزف لأول مرة، ولو دفع ولكن لأول مرة الشخص لم يعني يتصنت ولا يعني ما بافيد فورسينغ بشري على رأس هيئة، لأن الدولة سطرت له أهداف، عطت له كل الإمكانيات اللازمة لوصول إلى هذا الهدف، ما قدرش يوصله يعني وضع استخالته ومشى بعد سنة من العمل. ولكن هناك أمين عام الفاف، أنا نعود نكررها، أمين يعني منير دبيشي اللي لازم أيضا يستقيل، هناك رئيس الرابطة الذي أيضا لازم يستقيل، لازم هناك يعني إن ريفون تاع الكرة الجزائرية كليا، لأن ليس إلا رئيس الفاف، هناك مكتب فيدرالي أيضا الذي لا يعمل تقريبا، نراه إلا في المناسبات ولا في الاجتماعات ولا يعني، اليوم لازم هاد الناس يمشوا من الكرة، لأن الجمعية العامة ما هنا إلا باش يعني بور فاليدي وترفد يدها، هذا ما كان يعني اللي يعرف خبايا الكرة يعرف أن الجمعية العامة هي إلا بمجرد فاليداسيون يعني. هذه الجمعية العامة في تركيبتها بحاجة إلى دماء جديدة، ليس كذلك؟ أنا نظن لا، التركيبة ليس في الجمعية العامة الأخقاد، التركيبة الجديدة لازم تكون في المكتب الفيدرالي، لازم كما قال يعني أنا أشاط رأي الأخ حفيظ الرادي لما قال لازم كوموندوس، لازم كوموندوس تاع ناس يعني أشخاص أكفاء، لازمنا أيضا شباب، لأن اليوم الأهداف، لأن دائما تكلموا على يعني الأشخاص ولا الوجوه القديمة، الوجوه القديمة لو تحب حتميا يعني منفعة الكرة الجزائرية حتميا تجي تساعد وتخلي الشاب يعني يمشي بزمام الأمور على مدى يعني عهدة أولمبية أو عهدتين، لأن واحد اليوم اللي عنده تقريبا 80 سنة لازم يساند يكون يعني أن فيريتابل كونسيي، فيريتابل يعطينا الكفاءة تاعو، يعطينا أيضا يعني
لي كونتاكت تاعو في هذا المجال. هذا هو اليوم هاو المشكل وراه، لازم نساندو انسان اللي عنده كفاءه، صحيح، اللي صحيح. عنده رؤيه. ولذلك انا نظن اليوم حن الاوان باش نذكروا اسم ولذلك اليوم كاين عز الدين اعراب، هو بالنيابه ل 60 يوما نظن يعني عز الدين، وننتظر بعدها عنده كفاءة باش يقدر يعني يصير هذه المرحلة الانتقالية. مرحلة انتقالية صحيح. شكرا لك زين عامر زميلي الصحفي الرياضي على هذه المداخلة، يعطيك الصحة زين. لا شكرا. شكرا، سلام عليكم.